صلاه النبي يا باشا. الله اكبر. الخنيني ابو 60 جنيه، الخنيني ابو 70 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم صيادين رحاله. دخلني معاه. رحلتنا النهارده في انضف واطهر ميه ممكن تقابلك في مصر. الميه دي فعلا نظيفه، ميه جوفيه بتطلع من الارض. السمكه بتاعتها سمكه ليها عشاقها، عشاقها صيادين كبار وبيقدروا يمسكوا سمك كبير، ولكن بيسيبوا كل حاجه ويجروا ورا السمكه دي. رحلتنا النهارده في ارض المحاجر مع الاخ الاسطوره محمد جابر. بصراحه ده اكبر تجمع شفته في حياتي. رحلة اسكندرانية حبيبي باشا، ربنا يعزكم يا رب يحفظكم. السلام عليكم يا شباب. طبعا احنا معانا الحاج محمد جابر ان شاء الله، منظم رحلات المحاجر. الله يبارك لك. الراجل ده طبعا سيطر على المحاجر الايام اللي فاتت. الله يخليك. كل الناس مبسوطه معاه. وانا النهارده في صيادين رحاله حابب ان انا نطلع معاه الرحله ديت. انا نضيف عنده النهارده. اهلا وسهلا بيك. عايزين بقى كلمه عن المحاجر دي كده حاج محمد، بدات ازاي باختصار كده؟ والله المحاجر دي يا جماعه بقى لها حوالي تقريبا 27 سنه. 27 سنه كده ظهرت. كان ينبوع ميه بسيط كده بسبب المحاجر هنا، كان في حفر وكده، وفجأة كده طلع ينبوع مية. ومن بعدها طبعا حبت الناس تعمل مزارع حوالين ينبوع المية دوت، وبدأت واحدة واحدة تعمل مزارع. وبعد كده المية زادت وغطت على المية المزارع، فالسمك هرب طبعا من المزارع ودخل على المية. والمية كل ما بتزداد زي ما حضرتك شايف كده، كل مدى ما بتوسع يعني كانت حاجه بسيطه خالص، وبعد كده كل مدى ما بتزيد وكل مدى ما بتعمل. السمك المستهدف هنا بقى؟ هنا بقى ان شاء الله في الموجود معانا ان شاء الله في بولتي حلو خنيني، ميه مالحه، ميه دي مالحه وجميله طبعا، ميه نظيفه من اي حاجه جدا، ميه جوفيه اصلا. وفي نفس الوقت في عندك طبعا في البوري اساسي موجود بفضل الله، وحاجات ما شاء الله احجام كبيره، ويمكن بعض الاخوه اكيد شافوا يعني. عندك على الصفحه الحمد لله. وفيها دنيس برضه يا جماعه على فكره، وفيها احنا السمك، وفيها خير يعني. الطعوم بقى المستعد، الطعوم بقى اللي بنستخدموها بسلام. الطعوم اللي احنا بنستخدموها يا جماعه غالبا البرغوت، بنجيب البرغوت ودود السبله شغال، ودود اي طعمه تشتغل معاه. اي طعمه طبعا. عجينه وبتاع برضه طبعا نفس القصه طبعا، وبيدخل عليها بولتي برضه العجينه. طب عايزين بقى رقم حضرتك حاج محمد من خلال صيادين رحاله اللي حابب يطلع معاك رحله. حبيبي ربنا يخليك من ناحيتك. احنا ان شاء الله التليفون بتاعي 0120 38 99 643. 0120 38 39 99 643. تمام. 643 حبيبي محمد، ان شاء الله جميل بيك ان شاء الله. انا شرفت بيكم واهل البحيره كلهم. ربنا يعزك رب يحفظك. نورت صيادين رحاله. الاستاذ الكبير يا جماعه حبيبي، بارك الله فيك. الله يعزك حبيبي. الله يعزك يا رب حبيبي. دول فانا عايز نكمل على العده، وانا مش عارف احمل وقت. شوفها كده. امسك شنو قلت لك يا سامع؟ قلت لي ايه؟ قول العجينه بتاعت البول. خش في ايدك بقى. هذه هي السمكه الذهبيه يا جماعه، دي السمكه الذهبيه اللي احنا بنتكلم عليها. البركه طبعا السمكه مش صغيره. الخنيني ابو 60 جنيه. الخنيني ابو 70 جنيه اهو يا شيخ اهو. الخنيني
دلوقتي مع يلا عايز انا معاك اهو البولة اهو البولة اهو البولة اهو البولة اهو لا ده بتاعني البولة اهو اهو جراند صغير يا جماعة حاجة برضو يعني ايه معقولة يعني والله كريم احنا لسه مزفرين ان شاء الله الكبيرة تدخل بس المهم ان السمكة ايه واكلة بشراها يعني ربنا المستعان لا 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 لا, لا دي حاجة ما شاء الله بنا اهو 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 صلاة النبى عليه هذا شيخ محمد حبيب قلبي حبيب قلبي يا باشا الله اكبر يا مستر امير ابن خالي وخلعيالي صلاة النبي صلاة النبي وين يا باشا دخلني بقى معاه بقى في الصورة دي دخلني معاه صباح الفل يا صديق نجوم صديق اسكندرية والباش مهندس اهو سامع اهو باش مهندس سامع اهو صديق رحالة يا رجالة احلى محمد جابر واحلى رحالة والله وشرفتونا رجالة حبيبي يا محمد حياتنا ليك ما شاء الله تعالي يا ما شاء الله بسم الله توكلت عليك يا رب المكاء انا الرجال لما انت في الميه انت بترمي هنا حبيبي لا انا برمي قدامي هذه هي السمكة الذهبية يا جماعة دي السمكة الذهبية اللي احنا بنتكلم عليها البركة طبعا السمكة مش صغيرة بيدخل طبعا سمك صغير زي ده برضو يا جماعة كل حاجة بتدخل ايه هات كده هات كده انا وانا وهو سامع كده مع بعض رجاله حبيبي عم محمد نجوم صيادين اسكندريه واتفضل بقى وحضرتك صيادين رحاله صيادين رحاله حبيبي الرحال الكبير ابن خالي وخال عياله هو بص عمال يجيب لي كل شويه سمك ما شاء الله يجي يخصني بيه ما شاء الله شرفتني يا باشا الله يخليك يا عم محمد اسكندريه منوره بيك والله رجاله والله منوره ما شاء الله العب يا ابو خالد لسه في الجراب ها اللهم صل على النبي يا مستر فضي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا بينا واللي جاي احسن ان شاء الله تحياتنا بقى لكل القنوات طبعا الموجوده على اليوتيوب بقى من اول كده الحاج عبده والاخوه كلهم يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب والحاج عماد زيدان وكل الاخوه بقى اللي من طرف الله ربنا يشرف بادارك الله يخليك والله احلى رحله يا جماعه جو جميل زي ما انتم شايفين كده وهوا نظيف الاخ محمد برضو بصراحه من الناس اللي هي المحترمه اللي بتخدم على الناس اللي معاها الله يخليك يا عم بيسال على كل الناس انت عامل ايه انت شغال ايه ما مش ساب مش ساب حد لا الحمد لله رب ربنا يديم المعروف يا رب حاج محمد الله يخليك يا رب الشرف لينا ان شاء الله فيديو حلو يا جماعه عايزين لايك ان شاء الله والله يلا يا جدعان وصادين اسكندريه خشوا كمان والدنيا كلها ان شاء الله انا متابع من زمان اهلا وسهلا يا رب مزاك احلى تحيه اهلا وسهلا حبيبنا ربنا رجاله والله نورت اسكندريه والله تحياتنا للجميع رجاله الله يخليك الله يخليك البولت الذهب يا رجالة السمكة الذهبية بص يا جماعة طبعا انا شغال بعود كربون 6 متر رقع عليه خيط 35 زي ما انتوا شايفين حاطط رصاصة تحت كده وسنارين ايه زي ما انتوا شايفين كده مدور وبعد كده سنار والتاني الطعم طبعا المستخدم برغوت بنجيب البرغوتة بالمنظر ده كده
جيبها من دلها وبنشكها لايه الشكه دي. نشوف لي مكان كده فيه شويه بوز زي دول وبننزل. طبعا احنا مستهدفين حاليا سمك البلطي، بلطي اللي هو الخنيني. بننزل مثلا جنب زي ده كده، بنيجي نازل النازله دي كده بنفس الطريقه، وايدي على الايه على البوز. طبعا زي ما انتم شفتوا السمك اللي ضرب ده كده اهو، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. المحاجر دي يا جماعة أرض كبيرة سبحان الله فيها خير ياما. ميزة في الموضوع بقى السمكة هنا مفيهاش أي لعب، نظيفة 100%. دي بقى اللي احنا بندور عليها يا جماعه، السمكه الذهبيه. طبعا السمكه دي ما نقولكمش على طعمها، حاجه خرافه. نروح لفيديو من ارض المحاجر من جروب نجوم صيادين الاسكندريه. ماشي على مهلك، انا جاي لك اهو. صلاه النبي، صلاه النبي، صلاه النبي، صل على رسول الله. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك ابو نادر. بالراحه بقى، بالراحه بالراحه بالراحه. هات ملف معاك، ملف لا ملف، اوعى المسك، اوعى تلمسك. صلاه النبي، الله الله عليك، الله صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صلاه النبي، صل على النبي، صلاه النبي، صلاة النبي. لا هو واحد بس عشان ما شاء الله، الله ينور. سمكة كبيعة حودة يعني. ما شاء الله، صلاة النبي، اللهم صل على رسول الله. ده قطع الشعر يا حاج، ده الشعر في بقه، السنار في بقه. صلاة النبي يا باشا. طبعا رحلتنا كان لها كواليس، وكواليس رحلتنا في منتهى الجمال. يلا نروح للكواليس. الكواليس طبعا قضينا فرض ربنا صلاة الفجر في جماعة. السلام عليكم اخواتي وحبايبي. النهارده ان شاء الله في رحله البحث عن السمكه الذهبيه في ارض المحاجر. من كواليس الرحله ان احنا دلوقتي الساعه 2:02 دلوقتي. النهارده طبعا دي ليله الجمعه اللي هو صابح 15/7 ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي طلعنا من دمنهور في حدود الساعه 1 الا، وصلنا دلوقتي عند كارفور مستنيين الاتوبيس اللي هو هياخدنا لارض المحاجر. دي من كواليس الرحله، حبيت نعيشكم معاها فيها. تابعوا معانا ان شاء الله، نعمل لكم فيديو كويس وفيديو فعلا يعبر عن صيادين رحاله. خليكم معانا. طبعا يا جماعه بالنسبه لي انا من ضمن الكواليس بتاعت الرحله ان ده اتوبيس 26 فرد. ده بالنسبه لي اكبر تجمع صيادين نطلعه في حياتي يعني، بالنسبه لي انا طبعا. دول اتوبيسين تقريبا 50 صياد. ده الاتوبيس ده مليان كده، احنا منتظرين التاني، التاني هو اللي هنركب فيه. لا لا لا، اشتري الطعم طبعا من هنا يا جماعه. يلا يا جدعان، الراجل بتاع الجمبري. صلاه الفجر، الله صباح الفل يا حاج محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا عمنا؟ يا مرحبا باشا. القائد بتاعنا طبعا محمد جابر، منظم الرحلات. شرفتوني والله. شرفتنا والله. اهل البحيره كلهم منورونا. حبيبنا عم محمد. اهلا وسهلا بيك، كل عام وانتم بخير. كل سنه وانت طيب. الله يعزك. الله يخليك. الناس اللي معاك مرضيه. اخواتي وحبايبي، وصلنا لنهايه الفيديو مع بعض. الرحله والله كانت جميله، اجواء في منتهى الجمال طبعا، مناظر خلابه سبحان الله. مناظر يعني مش عارف نقول لكم ايه. انتوا شايفين ورا مني وشايفين بالجنب، طبعا زي ما انتوا شايفين كل ديت بحيرات كده، مياه جوفيه بتطلع من الارض كلها سمك. اليوم طبعا في تأمل في خلق الله، تأمل في الطبيعة. حصيلة السمك برضو الحمد لله رب العالمين كويسة، اسماك في منتهى الجمال. يا مستر
ايه رايك في اليوم النهارده يا مستر؟ يوم جميل والله. الله ينور. احمد ده ابو اسماعيل كان تعبان، بس بيتهيالي برضه لما يفوق من التعب هيحس بمعنى اليوم، انه طلع بصراحه صحيح. انا انبسطت طبعا لان الجو جديد عليا، اول مره نيجي هنا وبقالي سنين طبعا كان نفسي نيجي المكان ده. نتمنى ان انا نكون قدرت ننقل لكم صوره المكان وتكونوا عشتوا معايا اجواء رحله. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامح الخوالقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.